بس سيد نوري، يعني المالكي دعا إلى انتخابات مبكرة، وأيضا حكى السيد الجزائري في حلقة بلا أقنعة، قال لك الانتخابات راح يتم اختيار رئيس مجلس النواب اللي هو المشهداني. هذا كلام السيد الجزائري، قال لك ومتفقين وياه أنه خلال 3 أشهر 4 أشهر يعلن عن يحل البرلمان ويعلن انتخابات مبكرة. هل هذا الكلام صحيح؟ شوفي يا ست، أول مرة اختيار رئيس المجلس، احنا نريد نختار رئيس مجلس حتى من أجل قضيتين عندنا. القضية الأولى هو تعديل قانون الانتخابات. نعم. القوى السياسية ذاهبة اتجاه تعديل قانون الانتخابات. بعد تعديل قانون الانتخابات عندنا كذلك المفوضية، لازم نصوت على مفوضين جدد. صحيح. يعني بعد انتهاء انتخابات الإقليم الحمد لله والشكر وصارت بالنجاح، لازم اليوم احنا تنحل هاي المفوضية ويتم مفوضية جديدة. صحيح. من ثم تسأل الحكومة، الحكومة خلت في برنامجها الحكومي أن تجري انتخابات مبكرة. أنا هسه كشخص يعني أشوفها تستبعد، لأن هي بعد سنة للانتخابات، يعني البرلمان إذا يريد يحل نفسه ويريد يعدل القانون يراد لنا فترة تعديل القانون ويراد لنا فترة اختيار مفوضين جدد لمفوضية الانتخابات. 11 عطلة تشريعية، 11-12 يبدأ الفصل التشريعي، بعدها كلها عطل وعيد رأس السنة. فالدوام راح يصير، هي أوتوماتيكيا ينتهت ما بها حتى ما يعني هي بعد ما لها ما لها مجال. نعم. يعني شو يريد مثلا حتى لو تتقدم 4 أشهر 5 أشهر، لكن هو يفترض من الحكومة من وضعتها ببرنامجها الانتخابي يكون يعني بالبرنامج. إذا ماكو رئيس برلمان بس هي صار عندنا طارئ، إذا ماكو رئيس هو الطارئ اللي صار رأس البرلمان من صارت هاي المشكلة. نعم. بس على هاي معلومة أنا سألت السيد المشهد، والله زحمة. إذا طارئ سنة زحمة يعني الطارئ يوم يومين بيها مجال، بس مو سنة. إن شاء الله تنحسم. إن شاء الله.